السلام عليكم ورحمة الله، وش حالكم يا لباس على الخير؟ السلام عليكم، الجماعة شوي تطلع لنا. وش حالكم يا لباس على الخير شماسين؟ صفحتنا على فيسبوك صفحة ترند اليوم وصلت 100,000، وكنا قاعد مبرمجين على ان نحتفل بها، والعاشرة مع الصباح مازالت موجودة، فما انا خليتها العاشرة موجودة. يعني كنت تحميس عندي برامج، والشباب طبعا كل نهار ليتم يطلعوا ليتم يكتبوا فيها الاخبار. بيطارك لنا تلفن لي واحد من الشباب قال لي انها طارت نهاية، انا مقلبهم يجبروهم، وما عرفنا السبب شنو، سبب الطير ما عرفنا شنو نهائيا. ما احنا ما عندنا خبراء على فيسبوك، وقلبنا نعرفوا السبب اللي طيرها شنو. حتى الان ما عرفنا عرفنا السبب شنو، عرفوا علينا هي حذفها فيسبوك، ما ترى تخالقه قاع. نختار ونجبره خبير اخصائي في النوع، الله يعرفه عود يتواصل معنا والتلفون اللي على رقمي، حاولوا كان نسترجعوها والله لعاد فهم طريقة، ورغم انها صعبة لا يتعود وعود يرجعها لنا. هذا البث معدل من دور خبير في فيسبوك، عود يعرف امور فيسبوك كاملة. خلاص كان يرد لنا صفحتي، يتواصل بي على الرقم 49 60 12 27، خلاص كانوا كان أردها. أنا حتى الآن ما نعرف الأسباب شنو اشتمت لي خلق هذا، ما عرفت أي شيء سوى شيء. ودعناكم ولا أنا.